السلام عليكم. عثر صبيحة اليوم الأربعاء على 3 شبان جثث هامدة توفوا بسبب العطش بعدما تاهوا بصحراء غرغرة ببلدية برج عمر إدريس اتجاه ولاية مراسة في سن 20، ونجت 3 آخرون من الموت المحقق بسبب نفاذ مادة الوقود. الشبان 6 كانوا في جولة استكشافية على متن دراجات نارية بصحراء، وغادروا المدينة ببرج عمر إدريس منذ يومين. فرق الحماية المدنية تدخلت ونقلت الضحايا 3 إلى مصلحة حفظ الجثث، منهم 2 أشقاء من عائلة بوسعيد والثالث من عائلة بن حمد، إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية للصحة الجوارية ببرج عمر إدريس، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للناجين 3 وهم في وضع مستقر حسب مصادر طبية مطلعة. رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناتها وألهم ذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.